النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. تصدرت مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تدني مخاطر جرائم غسل الأموال، وذلك بحسب مؤشر مكافحة غسيل الأموال 2023 الصادر عن معهد بازل للحوكمة. فقد حظيت المملكة بتصنيف عال من حيث جودة ما تمتلكه من أطر مكافحة غسل الأموال وقوة معايير التدقيق وأعداد التقارير. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. توصل قادة الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الفيدرالية حتى أوائل شهر مارس، ويأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 من شهر يناير والثاني من شهر فبراير، عندما يكون تمويل الوكالات الفيدرالية قد نفذ بموجب نهج الشريحتين. جاء ذلك بعد إعلان الكونغرس الأحد الماضي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية. ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى اتفاق اتحادي يبلغ نحو $1.6 تريليون. تباطأ التضخم السنوي في روسيا خلال شهر ديسمبر 2023 إلى 7.42%، وتأتي النسبة أقل بقليل من توقعات المحللين التي بلغت 7.16%، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 73% على أساس شهري. ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء الحكومية الروسية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في شهر ديسمبر بنسبة 1.49% مقارنة بشهر نوفمبر، فيما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 42% على أساس شهري. أما في كوريا الجنوبية، قال رئيس الوزراء هان دوك سو أن الطريق إلى استقرار التضخم مؤكد هذا العام، ومن المتوقع أن تستقر أسعار المستهلكين عند نحو 2%. وأدلى هان بهذه التصريحات في اجتماع مع كبار المسؤولين في حزب سلطة الشعب الحاكم، وقال رئيس الوزراء في الاجتماع إن الصادرات ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي هذا العام، والتضخم سيعود استقراره في نطاق 2%، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل جهودا لإنعاش الاستهلاك الخاص هذا العام. وتوقعت وزارة المالية في كوريا الجنوبية أن يصل التضخم السنوي إلى 2.16% خلال عام 2024، متباطئا من 3.16% في العام الماضي. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.